ليعلم هل هو عالم أم جاهل. قال: يا شيبان، أريد أن أسألك عن الزكاة، عن فريضة الزكاة. فقال شيبان: يسألني عن الزكاة، الزكاة عندنا أم عندكم؟ فقال شيبان فقال الإمام أحمد: يا شيبان، هل هناك دينان؟ هل هناك شريعتان؟ الزكاة معروفة، أتقول لي عندنا أم عندكم؟ فقال له شيبان: نعم، عندكم أيها الفقهاء الزكاة في التجارة 2.5%، والزكاة في الذهب كذا، وفي الفضة كذا، وفي الزروع كذا، وفي البقر والغنم والإبل كذا وكذا وكذا. فصل له أبواب الزكاة كلها. فقال الإمام أحمد: حسنا، هل هناك شيء غير ذلك؟ فقال شيبان: نعم، نحن كل ما نملكه زكاة، ليس عندنا 2.5%، ولا عشرا ولا نصف العشر، كل ما نملكه زكاة. ولقد سمعت أذناي ووعى قلبي كلمة العارف بالله شيخي الإمام الأكبر سيدي محمد النبهان الحلبي، علق على هذه الكلمة فقال رضي الله عنه: قصر شيبان، ليس كل ما نملكه زكاة، نحن لا نملك شيئا. أما أنا فأقول: نحن وما ملكنا الله زكاة، نحن والمال الذي ملكنا الله إياه زكاة، نحن لا نملك شيئا، المال كله لله، ونحن أيضا زكاة وفداء لشريعة الله ولدين الله. الصوفية هكذا شأنه. قال: يا شيبان، ما الصيام؟ قال: عندنا أم عندكم؟ قال: وهل الصيام له حكمان وشريعتان؟ قال: نعم، أما عندكم فهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: نعم، هذا هو الصيام. قال: أما عندنا فنحن نمسك عن غير الله ولا نفطر إلا به جل جلاله. صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى، وفطري أني نحو وجهك راجع. قال: يا شيبان، ما حكم من سهى في صلاته؟ فقال شيبان: عندنا أم عندكم؟ أما عندكم فمن سهى في صلاته عليه أن يجبرها بسجود السهو، أما عندنا من سهى في صلاته فلا يستحق الحياة أبدا أبدا. وكيف يسهو عبد عن ربه؟ ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردته. هؤلاء يعتبرون أن من سهى عن صلاته كأنه ارتد عن الإسلام. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه كان له بستان فيه 500 نخلة، بستان كبير واسع فيه 500 نخلة مثمرة، كان يصلي فيه، فنظر إلى طائر تنقل من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن، نظر إلى الطائر ثم رجع إلى نفسه واعتبر هذا ذنبا عظيما لأنه نظر إلى طائر وهو يصلي. فلما قضى صلاته ذهب إلى رسول الله ليكفر عن ذنبه. أتدرون ما هي كفارة هذا الذنب الذي اعتبره ذنبا كبيرا؟ قال: يا رسول الله، أشهدك أن بستاني كله صدقة على الفقراء والمساكين، لعل الله أن يكفر عني ذنبي وأن يغفر لي ما جنيت. يعتبرون هذا ذنبا. نظر إلى طائر لمح ثم عاد إلى نفسه. فمن سهى عندهم لا يستحق الحياة. هذا هو حال السادة الصوفية.